دجاج مشوي بطريقة كيجي ولا أروع، هو اللي غنوجدو إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا دجاج محمر ومشوي في الفران بالمايونيز، وصفه مختلفه وكتجي جديده بزاف، فبقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوها. باش نوجدوا الوصفه ديال اليوم غنحتاجوا قطع دجاج على حساب الرغبه. انا عندي هنا دجاجه كامله اللي حليتها بهذا الشكل، ممكن تعوضوا ديروا قطع عاديه من الدجاج ماشي مشكل. غنحتاجوا معاه الملح على حساب الذوق، معلقه صغيره مع مرش يعني ممسوحه ديال البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطع، جوج فصوص ديال الثوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، وطبعا المايونيز اللي غنحتاجو منه واحد 3 د المعالق كبارين. نخليكم على لائحه المكونات وندوزو مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه لطريقه التحضير فهي سهله بزاف. غادي ناخذوا اولا المايونيز، هو اساس الوصفه لانه هو اللي غيعطينا هذاك المذاق اللي غادي يعجبنا بزاف الا ذقنا هاد الدجاج. 3 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان. غادي نزيدوا معاه معلقه كبيره ديال مطيشه الحك او مطيشه مصبره، معلقه صغيره مع مرش ديال البزار، شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، جوج فصوصه ديال الثوم محكوكين، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال التحميره. وبالنسبه للملح فكيبقى دائما على حساب الذوق. غنخلط المارينات ديالي كلها مزيان حتى كتنسجم مع بعضياتها، ومباشره غندوزو باش نشرملو الدجاج ديالنا. طبعا هاد الدجاج ممكن اننا نرافقوه باللي بغينا، سلطه خضراء او خضار سوتي مرافقه معاه، او غير بطاطا حتى هي محمره في الفران. المهم غادي نشرملو كامل مزيان من الداخل ومن الجناب ومن كل شيء، وبالخصوص جهه الصدر باش كيتشرب شرميله مزيان وكيجي بنين ما كيجيش ناشف. صافي غادي نستمر بهذا الشكل، ومباشره غادي نديروها الطبق اللي غادي ندخلوه للفران. ممكن كاضافه نديرو مثلا البصله مشلضه او شرائح من التحت عاد نحطو فوق منها الدجاجه. صافي غادي نديرها بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نغطيها بالورق ديال الطبخ، ورق الالومنيوم، وندخلوها للفران اللي كيكون مسخن من قبل على 200 درجه او اكثر، طبعا الا كنتو مزروين عليها. من بعد ما درت ليها ورق ديال الطبخ باش الورق الالومنيوم ما كيتقناش ديك المواد اللي فيه فوق الدجاج مباشره، عاد كنديروا ورق الالومنيوم لان هو اللي غادي يرد لينا عليها الصيد ويخليها تطيب على خاطرها بلا ما تنشف. طبعا غادي ندخلها للفران ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت. الدجاج ديالنا بعد ما طاب وتحمر قبل ما نخرجوه كنقلبوه وكنشوفوا واش لا طاب، الا طاب كنحيدوا له الورق ديال الطبخ وورق الالومنيوم وكنخليوه يتحمر مزيان. اللي كيتحمر كنخرجوه، وطبعا بالنسبه للمرافقات كتبقى دائما اختياريه، ممكن بطاطا محمره، ممكن سلطه خضراء، او يعني خضار اللي كنسوطيوها مع الزبده شويه الثومه شويه البزار والملحه
وشويه ديال المعدنوس ونقدموها معاه، يعني كيبقى تقديم دائما اختياري. مهم ان الوصفه كتستحق تجربه ديالكم. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، تجربوا الوصفه اليوم. وكنشكركم دائما على المتابعه، وما تنساوش طبعا تتابعوا برنامجكم ولي مباحثي على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.